ادم بنادم غادي يتزرجع شي راح يتزرج الشفع دروثه دي مزيده نقاش ني خصنا يتزرج الشفع دروثه اللي يتزرج هدا لان مرض زوج الشفع دروثه هذه مزيده غاك حسنه فقط مرض زوج دي هدا غاك 27 حسنه عكس الفريضه الفريضه اللي مزيده 27 درجه دي هدا اجن درجه مرض زوج بنادم الفريضه رعشه دي هذه مزيده غا 27 درجه مرض زوج رعشه دي هدا قاس اجن درجه مرض زوج الشفع دروثه يعني النوافذ دي مزيده غاسيجن درجه مريض زوج دي هدات غا 27 درجه الى الفرائض اللي جان مؤقته مثلا جار مغاب رعشه عفوا جاء الاذان الاقامه بس قا شرح حتى تزج غد عقب يعني خدني حتما تزج دي مزيده نقاي وذان شحال نقالي دي مزيده ماني نتيري نقاتها الاخوه الله يبارك فيكم وتزج مش هذه مزيده الشفع دروثه تزج دي هدات ولكن من غاسن غيوضا يقاش يكسغ منوس إجا الصلاة ذا منوس ليش نتقر يقاش يكسغ الدقر ما غا الصلاة تقر الصلاة ليس على الراحة ليس طمأنينة ليس سعادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أريحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني فيه في الصلاة مشي قبل هذا مشي نيقا نشد هذا كسغ الدقر وهذا المشكل وهو هذا هو وجبك مشانس ما لا يخسر يزجي مزيدة زاد ولكن وقت واش فعد روثا زوج اثنين اركع يابعه فقد غا هدا تروح تزوج تعاود اثنين ثلاثه رابعه وهكذا يعني واش جابوا ذا تخوا وذي الزيت جيت لا لا بد راه كيري نصيب من الصلاه في البيت.